اهلا وسهلا بكم بالحلقه الثانيه من ديكور مع ولا. يوم حلقتنا راح تتناول موضوع تركيب ورق الجدران. ورق الجدران ممكن يعتبر من اسهل الحلول لتغيير ديزاين الجدار، بس اكو معلومات مهمه لازم تعرفوها حتى تختارون اختيار صحيح. طبعا ورق الجدران ما يقتصر فقط على داخل البيوت، ممكن انه نطبقه من خارج المنزل. اكو ديزاينات مصممه خصيصا تكون اوتدور. اذا راح نجي نحكي عن ورق الجدران، اكو هوايه اختلاف بالديزاينات، اكو اختلاف بالخواص. اذا نجي نحكي على الديزاينات فهي كلش اكو هوايه، غرف النوم، غرف المعيشه، الممرات، غرف الاطفال، حتى الحمامات همين اكو انواع مختصه انه تتركب بالحمامات. لما نجي نختار بدايه مثلا غرفه النوم، غرفه النوم من الاماكن اللي المفروض يكون ورق الجدران مالتها هادئ، لانه غرف النوم طبيعتها هي مكان للهدوء، فما يصير انه نخلي ورق الجدران اللي يكون ديزاين كلش الوان فاقعه بهوايه تفاصيل، راح يسبب انه ازعاج بالنظر. اما اذا نجي نحكي بغرف المعيشه، غرف المعيشه يفضل انه نمشي على مبدا الفوكال بوينت اللي هو جدار واحد فقط راح اركب عليه ورق الجدران، اما البقيه راح يكون لونهم مقارب للدرجه الفاتحه الموجوده بورق الجدران. ما عندي اي قواعد تحكمني اذا جيت اركب ورق جدران بالصاله، لانه الصاله تعتبر مكان لي حريه اكثر بي من غرف النوم. اكو هواية ديزاينات، اكو المخملي، اكو اللي يكون النقشه مالته بارزه مثل 3D، اكو اللي يكون السطح مالته املس. انا شخصيا افضل ورق الجدران اللي يكون بيه سمك، الثكنس مالته لا باس بيه، بالاضافه الى انه النقشه تكون بارزه. كوجهه نظر مصمم ديكور جدا افضل ديزاينات ورق الجدران اللي تكون ساده بس بيها تطعيم، او يكون تيكستشر، يعني مثلا ابيض ساده بس بيه سمك او بيه ضربات بالوجه. مثلا راح اشوفكم هنا شنو قصدي. هسه هذا مثلا تعتبر بي نقشة، هذا راح يقيدني نوعا ما اذا حبيت اغير بالمستقبل. فليش اقولكم اني اميل للاشياء السادة، اشوفكم نموذج سادة حتى تفهمون قصدي. مثلا هذا احنا نعتبره بدرجة لونية اساسية اللي هي اللي جاي على ماروني او سماقي هيك شيء، بس تشوفون بي ضربات خفيفة. هذا كلش أنا أفضل هاي النوعية من ورق الجدران لأنه سهل التعامل بيها بالمستقبل في حال حبيت أغير. هيجي أنواع راح تقيدني، وبلس أنه راح تسوي نوعا ما زحمة بالمكان. يعني إحنا من نجي نشوفها بالكتالوج أنه هو حلو وأنيق وراقي، بس من أجي راح أطبق على الجدران راح يصير شوي نوعا ما زحمة بالمكان. هيجي شيء همين يرهم للمساحات الكبيرة، أو حتى لو تكون مساحة صغيرة ماكو مشكلة، بس يكون السقف مالتها عالي. مثل ما قلت لكم هاي الاشياء اللي انا افضلها. تشوفون هو لون حيادي واحد بس باعوا الضربات اللي بيه كلش انيق. دائما حاولوا تبتعدون عن ورق الجدران اللي بيه زحمة تفاصيل. هسا احنا نريد نروح للمحل نشتري. شنو الاشياء اللي ممكن تفيدنا ونستغني عن سؤال الشخص المختص عن النوعية الزينة؟ اكو رموز راح تشوفوها موجودة بالكتالوج او تكون على الرول مكتوبة، تفيدكم في حال حبيتوا انتو تختارون نوعية معينة، او في حال حبيتوا تطبقون ورق الجدران بنفسكم. ولو انا افضل انه يجي شخص مختص، خصوصا اذا حبيتوا تطبقون ورق الجدران تكون بنقشات. علامات اللي راح تشوفوها، اكو هاي العلامة، هاي العلامة بما معناه انه ممكن تخلون ورق الجدران قريب من النافذة، يعني يكون تعرض مباشر لاشعة الشمس، ما راح يأثر عليه، ما راح يأثر على اللصق، ولا راح يأثر على شكل النقشة. اما هاي الخطوط المموجة فهي نسبة مقاومة ورق الجدران للماء او للرطوبة. كل ما تزيد هاي الخطوط، كل ما تزيد نسبة المقاومة. 3 خطوط ممكن انه نستخدمها بالحمامات. هاي العلامة ممكن انه يتنظف بفرشة وماء. هاي كل هالامور اللي تفيدكم انه تختارون. اما اذا حبيتوا انتو تطبقون ورق الجدران، اكو مجموعة تعليمات همين راح تلقوها مكتوبة تفيدكم في حال حبيتوا انتو تركبوا. هاي العلامة تمثل انه المادة الصمغية اللي راح تستخدموها للصق ورق الجدران لازم تطبق على الجدار اولا. هاي المعلومات اللي راح تلقوها هنا مكتوبة هي اتجاه الشريط
مال ورق الجدران وشون راح نطبقه على الجدار. ممكن اللي يكون فري ماتش هنا ما عندنا مشكلة نطبق ورق الجدار، خلينا الشريط الأول، ممكن نخلي الشريط الثاني صفة بدون أي مشاكل. تبقى عندنا الستريت ماتش، الأوفسيت، الأوبسيت ماتش، هاي لازم يكون أكو مختص يجي هو يركبها. في حال حبيت أني أركب الورق الجدران، أكو فتبس بسيطة أتبعها حتى أحصل شكل متناسق. عندي مثلا لنفرض هذا الجدار، لما أجي أركب الورق أبدي من الوسط، وسط الجدار. لنفرض أنه الأرض مالته راح يكون 50 سنتيمتر، فأنا راح أبدي بعدها أركب من جهة اليمين وجهة اليسار. ليش نبدي بالوسط؟ لأنه كل ما راح نمشي منا ومنا ممكن راح نوصل الزاوية أحتاج بيها ورق جدار مثلا عرض مالته 20 سنتيمتر. لما أوصل لهاي الزاوية فهي نفسها راح تكون الزاوية منا، فيعني مثلا 50 50 50 وصلت لنهاية الجدار راح أحتاج أخلي 20، راح يكون نفس الموضوع منا 50 50 50 أخلي 20، فراح يكون أكو تناسق بعرض اللوح اللي أني راح أخليه. بالنسبة لأماكن تطبيق ورق الجدار وشان ممكن أنه أدخله في شيء يكون كرياتيف أكثر أحلى، ممكن ما نخليه فقط على الجدار، ممكن أنه نستخدم السقف، ممكن أنه ندخله على شكل إطار من ضمن الجدار، يكون مثل ما هو مبين عندكم بالصورة إطار داخله ورق الجدران راح يبين كأنما لوحة. فهواي أكو ديزاينات، يعني أنتوا لا تتحددون. نجي للجزء الأخير من الحلقة وهو أسئلتكم واستفساراتكم. وصلت عدة أسئلة، من ضمنها ورق الجدران إلى وقت معين يروح مديله، وأكثر نقشة ممكن نعتمدها إذا نحب نبقي على طول. ورق الجدران يعتبر من الديزاينات اللي موديلها نهائيا ما يروح، صار لفترة كلش طويلة داخل بالديكور. يعتبر همين من الأشياء الصديقة للبيئة، لأن أكثر الشركات حاليا بدت تصمم ورق الجدران على وفق معايير أنه ممكن يعاد استخدامها أو إعادة تدويرها، صالحة لإعادة التدوير. النقشة اللي ممكن تعتمدوها على طول مثل ما قلت بداية البرنامج، أنا أفضل النقشات اللي تكون مطعمة من نفس لون ورق الجدران، يعني تكون بيها ضربات بسيطة مخططة بيها مثلا أشكال هندسية بس تكون نفس لون ورق الجدار. هالديزاينات راح تبقى عندكم فترة كلش طويلة ما تحتاجون تغيروها. بالنسبة للبيوت القديمة اللي بيها صبغ قديم أو رطوبة، ورق الجدران ما يعتبر الحل لهالشي. لازم ورق الجدار يطبق على حائط ما بي أي مشاكل، ما بي صبغ قديم ممكن إنه دا يتقشر، ما بي رطوبة. فهاي الشغلتين لازم تكون ما موجودة حتى نطبق ورق الجدار ويبقى عندنا فترة كلش طويلة. لأنه إذا طبق على جدار صبغ مالته قديم دا يوقع، ممكن إنه رطوبة، راح تشوفون إنه اللاصق مالته بمرور الوقت راح يفتح، ورق الجدران نفسه هو راح يتضرر، فبالتالي إحنا ما سوينا شيء، لازم نعالج المشكلة يلا نجي نطبق هالشي. شكرا لكم على المتابعة. إذا حبيتوا الموضوع لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشغلوا زر التنبيهات حتى توصلكم كل مواضيعي، وانتظروني بحلقة جاية.